ومن ساعتين سربنا. ليك حبيبي انا اكسي كان ياخدنا ويجيبنا من المشروع للثاني. اول ما توعى بدها تسال شو المشروع، غدا وين، عشا وين، بعد السهره وين منروح. بونجور واضح، انا الشمعون وبعمل كوميدي راب سونغز، ميكس كتير ذكي بين ستاند اب كوميدي وراب. سيطروا فيها عناس هون، وين كل روح منسيه هون، وين كل عيون معميه هون، وين كل عقول مغسوله. والراب منه كتير مرحب فيه. أنا كتير في ناس بيقولوا لي نحن ما منحب الراب بس كتير منحبه، كتير بتضحكنا. وإذا بدك عملنا مثل ميكس كتير ذكي بين ستاند اب كوميدي وراب، قدرنا نعمل كلمات رايمينج يعني على قافية عم يمشوا ورا بعضهم، على ميوزك، على بيت حلو بهز الرسوة، وقدرين نضحك بذات الوقت. هيدا يلي عم بينجحنا. بلشت بكواليس كوميدي نايت مع ماريو باسيل، كنت اعمل كوميدي، اشتغل كوميدي، اعمل اغاني كوميدي، وكان عندي تالنت الراب. سو بعد 10 سنين، فتره 10 سنين شغل وراء الكواليس، قررت المع واطلع للنجوميه، وبلشت فوت الراب بالكوميدي ومشي الحال على انستغرام. يعني كتر خير الله، شغل دبرني لك. هلا ما في الا نخفف بانيك مع الزبونين. يلا قلت لك شمعون قلع عبالك حمص. فينا نبلش بمازة حتى تتسلوا بالنطرة، فتوش أو تبول، الماما قالت ناكل خضرة. بونجور جو. بونجور أندري، شو محضرين للمشاهدين اليوم؟ فكرة الروست الأساسية اللي هو التقبل برا. إذا بتحضرين شوات، في شو اسمه روستد، في كذا حدا بيعملوا روست، بيكون الستار موجود وبيطلع كذا حدا بيعمل له روست، يعني بيضحك العالم، بيضحك الببليك عليه، وبيكون في تقبل كتير حلو. ونحن عنا هلا يعني اكثر مره بحياتي اكلت مسبات بس عملت هيدا الروست. شو رايك بهاللوحه لستيفاني ساديبو؟ بفرجي روحها الحلوه ان هي بتحب الحيوانات. بس هيدا شو؟ هيدا تراديشنال، هيدا الطربوش كانوا يستعملوه جدودنا، بما انه جدودنا كانوا يهتموا بالحيوانات اكثر، هيدا تذكير. هيدا مثل دالي وقتها بيترك شيء افيه لإله. الفن هو اللي بينشر الوعي، يعني ما في بلد بالعالم تطور الا اذا ما كان فنه وفنانينه شوي متفتحين وقادرين يوصلوا، والفنانين هن اكثر ناس بيقدروا ياثروا على العالم. فالفن هو اللي ممكن يعطينا أمل من هلأ لبعد